دخل ندير سطاسيل ديال فهاد المازني دخلت لقيت بها الضجيج هنا في هاد الصداع جوج بسطاسيل خدامي تناقشو دابا الكليان جا قال لي دير لي 70 درهم دار لي هو 100 درهم ولا ما 90 درهم دار لي جا واحد من سطاسيل قال لي علاش دير لي الثمن هذا قال له ويا الدار بويه فرضو بحال هكا خاطر سطاسيل كلها تجي لي شدهم شد ضرب مع صاحبو كي خويا دير لي خمشي بهذا الناس مضاربي خمشي بهذا ديك السب والشتم يغوت ويسب هضره خايبه وكاين قر صدقت ملاه جانا وياه جا واحد صاحبو هما جوج صحاب واحد يهزني من هنا خطبني من الله طيح لي كتفي اصلا راه مهرس من الله ولا مبقاوش الطبيب اول جا واحد مول الموطن اخر هو صاحبهم ولا شكون هو معاهم في السطاسيون ولا كاميرا شادين هنا ضربني فرقع لي عاجبي اصلا ما مرتش هادشي اللي كاين يا خويا سطاسيون هنايا قال لي هو انا ما كنا ضحيه وكان حنا خدنا سطاسيون طوم بيتي والو برافو ليك لا غندير المارطون هذا ما كنا صافي حاجبك شناه فرقوا لي واحد معاه في سطاسيون يعني تعدوا عليه تعدوا عليا والحقره بزاف انا مالي حسيت بالحقره بزاف انا داخل ندير المارطون ونمشي بحال هادشي واش هادو مقطوعين ولا شنو راه فهمتش واقيلا مقطوعين هادشي كيبان لي مقطوعين مقطوعين واش من الخبز واش من الكار وما عرفتش من اش هادي كتطلع صابح حوايجي قاعد تسر وما تقدرش تشوف حوايجي دابا راه من النوم هنا زني واحد طيحني كتفي قطعو ليا واحد ضربني الحاج ما طردو ليا ايوا هادشي اللي كاين اخويا هو هذا قوم وين راه هو برافي ليك نتابعهم اخويا نتابعهم اخويا راه حيت انا راه مكربص راه محل حيت عداو عليا اخويا كاينين كاميرات هنايا اكيد كاينه وحده راه فينا هي راه كاميرا فينا وكاين ستاسيون باش ناخذ حقنا هاد الناس اخويا تعداو عليا اخويا اللي طلبوا بيه طلبوا بيه سوبر 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 بعد هو في البلاصه اللي تبان بقاوش عندي في السطاسيون اللي غادي يبان مازون هما شحال من واحد تقريبا شحال من واحد هما كانوا خويا مول الموطور ومول الزرق ومول السطاسيون هما ثلاثة 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 خويا ما نكذبش عليهم انت والزوجه ديالك وانا والزوجه ديالي واحد جد معايا الصداع ما ضربني شغاف ما طفضني ولكن الاخرين كانت من المعصم مول الموطور ومول الزرق اللي كانوا واش السب والشتم وهادشي اللي كاين اخويا هو هذا انا ما عرفتش كتفي دابا علي ما عرفتش كتفي قلت علاش انا ضحيه واش منو من هنايا انا ماشي جاي دابا جاي باغي نضارب انا جاي داخل ندير المازوط خمس بحال انت بغيت كناكل بعصا انت منك لصحابك منك ليه بقى منك ليه الان وصل الوقاية المدنية مشاهد القناة شوف بذا انا ومرحبا بكم في هذه الدكتة المدرسية مرة اخرى من مدينة الدار البيضاء الشخص اللي تعرض للاعتداء من طرف ثلاثة اشخاص الامن ممكن يدخلوا على الخط وكذلك يوحوا الى المدنية باش يمكن السيد يتلقى علاجات ضرورية هاد السيد تيقول على انه تعرض لاعتداء من طرف ثلاثة ديال الاشخاص هنا في الستاسيون ديال ليسونس هانتوما على المباشر مشاهدينا هاد السيد اللي تعرض لاعتداء غادي يتنقلوا سيارة اسعاف المستشفى باش يتلقى علاجات ضرورية المشاهدين على المباشر شكرا على السيد اللي تعرض لاعتداء ثلاثة ديال الاشخاص حسب القول ديالو وديال الزوج ديالو اللي تعرض لاعتداء الان كيتنقل المستشفى باش يتلقى العلاجات الضروريه شوفوا معنا مشاهدينا على المباشر حضور عناصر رجال الامن فضل الاعضاء كذلك حضور عناصر الوقايه المدنيه على المباشر مشاهدينا Thank you.
اللي جايين من الاول جايين دخل يدير ستاسيون ما بغيتوش كاع يوقف انا هنا قلت ليه بلا ما توقف بحال علمني الله قلت ليه الفطور قرب بلا ما توقف قال لي بغيتي توقفنا في الطريق هو تاع يدير 100 درهم ديال ليسانس تحاموا عليه ثلاثه الاولاد تحاموا عليه مني كنجي انا كنبغي نهضر كيوعدوني بغي كي واحد الهضره خايبه ما كتسمعش حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل الله ياخذ فيهم الحق ضربوه جوج مرات ضربوه وطاح وعاود جاد كيصوت والخضر كيتصوت وكيضرب لي في الراجل حبسوه ربعه ولا خمسه ما تحبسش ليهم ما تحبسش ليهم مني كنجي انا كنبغي نفك الراجل كيوعدني حتى انا كيبقى واحد الفم خايب ما يتسمعش حتى انا بغى يضربني واش بيناتهم شي حساب ما بيناتهم حتى حاجه وليدي هما ساكنين في المدينه وحنا في الهراويين ما بيننا وبينو لا حساب لا حتى شي حاجه وعلاش هادشي كيفاش بدا المشكل مرات وليدي بغينا نديرو ليسانس كنا الحساب دخلنا نديرو ليسانس كنا الحساب حسبي الله ونعم الوكيل انتم ما غاديش تسمحوا في حقكم غادي لا ما غنسمحش في حقي انا حقنا عند الله وعند العبد ما غنسمحوش في حقنا حيت تكربصوا علينا انا صايمه في السفر بحال شي حاله مريضه بحال شي حال تكربصوا علينا وتكربصوا على الراجل كون قتلوا هذاك الراجل وخلوا هذوك الاولاد يتامى فين من غنشدوا كون قتلوا هذاك الراجل وخلوا هذوك الاولاد يتامى عندو جوج ولاد خدام عليهم حقروكم بلادنا كيقول لك بلادنا خايبه بلادنا زينه فيها الحقره بلادنا زينه وفيها الحقره بلادنا زينة فيها كل شيء الحمد لله إلا فيها الحقرة مولا خايبين ومولا حقارين كون شاف شي واحد أخر صحيح عليه ولاده ما غيحقروش علينا حقروا علينا تعدوا علينا وحقروا علينا اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة